Hello everyone, this is Chef Nato with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. إن شاء الله تكونوا بخير. انطلب مني كتير النشا وصوص الشوكولاتة وعملتهم الوصفتين في فيديو 3 دقائق. أرز، ننقع الأرز قصير الحبة في ماء عادي من الصنبور لمدة 3 ساعات. الكمية هي اختياري. نتركه لمدة 3 ساعات. هيك بعد 3 ساعات نتخلص من الماء. بعد 3 ساعات نتخلص من الماء. نوضع قطعة قماش وبنوضع الأرز. وإذا في ماء زيادة أو شيء نرفعه قطعة قماش. هو كتير سهل وكتير بسيط. نتركه لمدة 3 ساعات. هيك بعد 3 ساعات هو في رطوبة، احنا عاوزينه يكون في رطوبة منشان ينطحن ناعم معنا، ما في مشكلة. في رطوبة، احنا عاوزينه يكون في رطوبة. نطحنه بمطحنة البن مثل هيك، لازم يكون ناعم. بنخله في المنخل يكون الثقب تبعه رفيع جدا، والخشن بنرجعه على مطحنة البن الخشن نطحنه تاني. هيك أصبح جاهزة الكمية كلها. انتوا اعملوا الكمية المناسبة لكم. نعمل صوص الشوكولاتة. حليب تقريبا نص لتر، 550 جرام. كاكاو خام 30 جرام. نشا الأرز 40 جرام. سكر 85 جرام، تقريبا نصف كوب حسب الرغبة. فانيلا معلقة صغيرة، قليل من الملح. قهوة سريعة الذوبان 4 جرام، تقريبا معلقة صغيرة. بنحرك جيد، باستمرار بنحرك عندما تصبح سميكة. بنوضع الزبدة وليس بديل الزبدة، تقريبا معلقتين 30 جرام تقريبا حسب الرغبة. بنحرك لمدة 1 دقيقة بس انه تدوب الزبدة معنا. مثل ما انتو شايفين كتير هي روعة، كتير هي مناسبة للحلويات، تزيين الكيك. ممكن نستخدمها بديل عن الجاهزة. هذه هي جاهزة، احنا هذا الصوص جاهز، نستخدمه بديل عن الجاهز في امان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.